بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، حياكم الله يا مشاهدي ومتابعي برنامج السيرة الرضوية. ها نحن وإياكم وحلقة جديدة من هذا البرنامج، إذ ننهل وإياكم من عذب ماء محبة الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ها نحن وإياكم في هذه الحوارية الرضوية والتي ستأخذنا إلى مواضيع متعلقة بحياة الإمام، وكيف كان قوله دائما القول الفصل بين حلال وحرام وجائز وغير جائز. ها نحن وإياكم ضمن هذه الحلقات نعالج موضوعات تتعلق بالعقائد، بعلاقة الإنسان بربه بالله عز وجل، وهذه الموضوعات لها صور متعددة، من ضمنها صورة الوحدانية، ومن ضمن هذه الصور في صور الوحدانية هناك علاج لعلاقتنا مع اسماء الله وصفاته، إذ وصلنا في هذه الحلقة بإذنه تعالى إلى إكمال لما جرى في حلقة سابقة من نفي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم للقول بتجسيم الله والعياذ بالله. ها نحن وإياكم أنتقل بالترحيب إلى سماحة الشيخ الدكتور محمود سرائب، حياكم الله شيخنا. حياكم الله شيخ علي، الله يبارك فيك. كيفكم إن شاء الله بخير؟ الحمد لله، الله يعزكم إن شاء الله. الله يبارك بكم. سماحة الشيخ، القول بالتجسيم نفي من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجنابكم في النقاش الذي جرى قبل الحلقة أشرتم إلى ضرورة أن نكمل، أن نعود شيئا إلى الحلقة الماضية لتثبيت بعض المطالب كما تفضلتم، لكم الكلمة. جزاكم الله خير شيخنا، شكرا لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم لا سيما مولانا ومقتدانا الإمام شمس الشموس أنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه. في موضوع الصفات السلبية تحدثنا نحن أن هناك أقسام للصفات، عندنا صفات سلبية وعندنا صفات نسميها الصفات ثبوتية، ثم الصفات الثبوتية تقسم إلى ذاتية فعلية. هناك تقسيم طرحه علماء الكلام أيضا استنادا إلى نصوص أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حول تقسيم الصفات. من هذه التقسيمات الصفات السلبية، يعني وهي مهمة جدا، وهي الصفات التي لا يصح نسبتها إلى ماذا؟ إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، فهي مسلوبة عن الذات الإلهية، هذا معنى الصفات السلبية. من هذه الصفات ادعاء بعض الفرق أن الله سبحانه وتعالى له جسم، وهنا يقصدون بالجسم يعني الشيء الذي له أبعاد، يعني ليس مصطلح مثلا يستخدم بمعنى آخر، إنما يقصدون هذا الجسم. البعض حتى تحدث وتجرأ بقوله أنه له أشبار، يعني مشبر بشبر نفسه، يعني تعبيرات واضحة أنها تحمل الأبعاد المادية والسطحية، وليس سطحية المادية، يعني التعاطي مع الإله كأنه مع الله سبحانه وتعالى كأنه موجود ولكنه كبير مثلا، أو يعني بشكل وبآخر. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه كما روينا عن البزنطي في رواية سابقة أنه سأل الرضا، قال لي الرضا عليه السلام الإمام الرضا: يا أحمد، ما الخلاف بينكم وبين أصحاب هشام بن الحكم في التوحيد؟ فقلت جعلت فداك، قلنا نحن بالصورة للحديث الذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني بسبب الحديث، نعم، يعني نحن بالنتيجة سمعنا حديثا عن النبي، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، واستندنا إلى هذا الحديث حسب ما يقول. قلنا نحن نقول بالصورة للحديث الذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في صورة شاب، فقال هشام بن الحكم بالنفي بالجسم. المهم أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام نفى ذلك وقال: أردتم أنتم التشبيه؟ وهذا شيء ماذا؟ خطير جدا. في رواية أخرى أيضا عندما ينقل له قول هشام بن الحكم وأنه يقول بالتجسيم، وتوقفنا عند هذه النسبة، وإن شاء الله لدينا أيضا وقت إن شاء الله نتوقف بالتفصيل عند هذا الأمر، لأن أمر مهم، ولأنها شبهة لابد ولو من طرح طرق العلاج لها.
ما يقول في الشاب الموفق وكذا، فقال قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله لا يشبهه شيء. هذه القواعد التي أسسناها من خلال أحاديث الإمام الرضا سلام الله عليه. وفي حديث آخر قال له: دع عنك حيرة الحيران، يعني أنه هذا كلام غير صحيح، واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان، يعني لا هشام بن الحكم ولا هشام بن سالم. نعم. هذا تقدم في الحلقة السابقة. ما أريد أن أؤكد عليه يعني في هذه الحلقة أن نحن كإمامية لا نقبل ونعتبر أنه من الشرك ومن الأقوال الباطلة ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى القول بجسمانيته، هذا أمر محسوم عند ومفروغ الإمامية منه. وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام واضحة جدا. أما الحشوية وجملة من الفرق التي تسمى المجسمة، لا، جعلوا لله أبعاد، يعني بصريح العبارة جعلوا لله أبعاد وقالوا والعياذ بالله أن الله وضع رجله على بيت المقدس، هذه التعبيرات موجودة في الكتب، ارتقى إلى السماء، وصفوا له الأنامل، له جوارح، له لسان، له عين، له أذن، يعني هذا وصف لماذا؟ هذا وصف لموجود مادي، يعني عندما يقول الإنسان له أذن له عين إذن يطلق الجسم ويريد به هذا المعنى، يعني المعنى الذي نفهمه من الجسم. وكان ما علاقتهم بالله علاقة الموجود مع موجود آخر يفوقه في بعض الأبعاد، ممكن يفوقهم ببعض الأمور، له قدرات خاصة، الله يصافح الآخرين، يلامس الآخرين، يعني واضح كل هذه التعبيرات تعبيرات يعني تعبر عن التجسيم. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله التقى بالله وتصافحا وتعانقا، وهذا النوع من التجسيم. إذن التجسيم في بعض الكلمات الفرق أمر ماذا؟ كما أن عندنا نحن الإمامية عدم التجسيم أمر مفروغ عنه، لا. التجسيم عند هؤلاء أمر ماذا؟ مفروغ عنه، يعني لا يناقشون في موضوع التجسيم. نعم قد يناقشوا في التفاصيل، يعني أي شكل، أي طول، أي عدد من الأشبار، شبره أم شبرنا، طيب هذا الكلام التفصيلي. وكانت الروايات عند أهل البيت عليهم السلام ومنهم مولانا الرضا تقف في وجه هذه يعني العقيدة الفاسدة الباطلة التي لا يمكن أن تقبل على الإطلاق. صاحب كتاب الملل والنحل وحسنا ما فعل وصحيح ما يقول عبد الكريم الشهرستاني يقول بأن هذه الأخبار أكثرها مقتبسة من اليهود، من اليهود فإن التشبيه فيهم طباع، يعني هم يشبهون الله سبحانه وتعالى. فهناك إذن توجه واضح عند أئمتنا سلام الله عليهم، عند إمامنا الرضا، برفض ماذا؟ برفض التشبيه. ولم ينسب للأئمة أي قول ماذا؟ بالتشبيه، يعني إنما حاولوا أن ينسبوا لمن؟ لأتباع ماذا؟ لأتباع أهل البيت القول بالتشبيه، حتى يعني يقوضوا سعي منهم لتقويض العقيدة الشيعية في وحدانية الله وإبعاده عن الصفات التي هي صفات عادية ووصفه فقط بصفاته. وأنا الشيعة بالنتيجة يقولون مثلا كبعض كبار الشيعة ليس الأئمة يقولون بالتجسيم، يقولون بالتجسيم كما سألتم من منذ على قضية هشام. صحيح، هشام بن نتوقف إن شاء الله على قضية هشام، وهل النسبة إليه هي نسبة دقيقة أم لا، وعدا ذلك فهل إنه فعلا قال بهذا الأمر أم لا؟ لكم الكلمة سمعت الشيخ. طيب إذا نروح إلى بحث هشام بن الحكم أو هشام بن سالم، فحقيقة البحث قد يأخذ إن أحببتم في الجزء الثاني من هذه الحلقة قد يأخذ كل الحلقة، نعم. قد يأخذ حلقة مقبلة أيضا. إذا نأخذ الجزء الثاني من هذه الحلقة يكون مفرد لي. يوجد وقت الآن تقريبا لدينا دقيقة قبل أن نأخذ فاصل، خلينا نقرر بس الموضوع ثم إن شاء الله بالجزء الثاني أبدأ هشام بن الحكم. أولا شخصية معروفة مهمة من الثقات عند الشيعة، من كبار المناظرين. كان أشرت في جلسة سابقة في بحث سابق أنه كان من تعقد له المجالس في زمن هارون الرشيد، يناقش يناظر
ويتغلب ماذا؟ ويتغلب على من يناظره. واشتهر هشام بن الحكم بأنه شخصية قوية في عملية الكلام، كاظمية لو صح التعبير، صادقية كاظمية، هو صادقية كاظمية، عضد الإمام الكاظم في الكثير من التحاصيل. صحيح، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقف لهشام بن الحكم ويقول والله إن هشام قد أقبل. وكان في مجلس الإمام الصادق شيوخ ماذا؟ شيوخ الشيعة، يعني كبار الأجلاء، كان يجلسه بجنبه، ويقال أن هشام لم تعارضه بعده، يعني عمره مثلا 20 سنة أكثر شوي، وكان يبذي احترام شديد الإمام الصادق له، صلوات الله، إشارة إلى مكانته. هل فعلا قال بالتجسيم؟ أي تجسيم؟ إذا قال لابد من تحقيق هذه النسبة إن شاء الله. إذن سمعت الشيخ نتوقف عند هذه النقطة وهذه الجزئية، وإن شاء الله نوفق وإياكم لتقديم هذه الخدمة الرضوية لكل الإخوة والأخوات المتابعين. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في كل حلقة من السيرة الرضوية، خصوصا في هذه الحلقات الأخيرة في هذا الموسم، أننا نقف على كتاب رضوي. الإشارة أود أن أكررها للفائدة التي إن شاء الله مسعايا أن تعم علينا وعليكم بالبركة الرضوية. الكتاب الذي نتوقف عنده ونأخذ عنه شيء، نأخذ عنه تنويه، هو كتاب أما يكون من كتب سيرة الإمام الرضا صلوات الله عليه، أو الكتب التي أفردت شيئا من صور حياة الإمام، الصورة السياسية، العقائدية، المناظرات، رحلة الإمام يعني من المدينة إلى خراسان، الروايات التي نقلها، أو الكتب التي نقلت روايات منه أو نقلت روايات عنه ليست بشكل مفرد، لكن مثلا كتاب في التوحيد وهناك روايات الإمام الرضا صلوات الله عليه. إذا نتوقف وإياكم على كتاب أو مع كتاب رضوي ونعود إليه. يتناول هذا الكتاب رحلة الإمام الرضا عليه السلام إلى بلاد فارس وما جرى له أثناء الطريق وفي خراسان، بيد أن ركيزة مادته التنقيب عن أثره عليه السلام واقتفاء معالمه في المدن الإيرانية. وكان الإمام قد قدم إلى البلاد عندما أشخصه المأمون العباسي من المدينة المنورة، فحمل منها إلى البصرة ومنها إلى الأهواز ثم إلى مرو في إقليم خراسان، وهناك مقامات مقدسة ومشاهد معظمة في أرجاء بلاد فارس، فأينما يدير المرء طرفه يلحظ قبة مسجد أو قبر نبي أو ولي قد زاره الإمام الرضا عليه السلام وصلى فيه. تتناول الدراسة التخطيط التاريخي والسياسي والاجتماعي للمدن التي مر بها الإمام الرضا عليه السلام أو نزل فيها وفقاً لما أمر به المأمون، ابتداءً بالمدينة وانتهاءً بمرو. وكان في ذلك الزمان طريق آخر يبدأ بالمدينة ويمر بالكوفة وبغداد والري وقم وخراسان ثم ينتهي بمرو، ولكن لخطورة المدن الثلاثة الكوفة بغداد وقم على المأمون وسياسته، إذ كانت الكوفة مركز الشيعة وقاعدة لانطلاق الثورات ضد العباسيين، وبغداد قاعدة للعباسيين المناوئين لسياسة المأمون، وقم معروفة بالولاء والتشيع والحب لأهل البيت عليهم السلام. والكتاب اعتمد على مصادر موثقة في كتب المدن والبلدان في تتبع طريق الإمام الرضا عليه السلام. وفي الختام تحدث الكتاب عن ولاية عهد الإمام الرضا عليه السلام. من جديد عدنا إليكم إخوتي أخواتي يا مشاهدي برنامج السيرة الرضوية. أعود بالحوار مع سماحة الشيخ الدكتور محمود سراب. حياكم الله شيخنا. حياكم الله شيخ علي. الله يبارك فيكم. إذن تفضلتم أن هناك يعني فلنقل أمانة علمية تؤدى في قبالة هشام ابن الحكم في الوقفة هذه التي قد تستمر حتى إلى حلقة قادمة، مع قوله ومنسوبية هذا القول له في قضية التجسيم. شيء هشام بن الحكم المعروف عند المخالفين أنهم ينسبون إليه القول بالتجسيم.
حتى أن جملة من الوهابية تجرأوا إلى درجة القول أن التجسيم هي مقولة الرافضة، مع كل ما يوجد في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هم أصروا على أن الرافضة هم ماذا؟ هم الذين قالوا بالتجسيم، وأن التجسيم هو مقولة يهودية، فإذا الرافضة يتأثرون أو يروجون ماذا؟ للفكر اليهودي. للفكر اليهودي طبعا. وشاهدهم على ذلك أن هشام بن الحكم من كبار ماذا؟ من كبار يعني المنظرين والمناظرين للآخرين، فهو يقول بالتجسيم كما قالوا هم. أنا بغض النظر الآن عن البحث الذي سأبدأ به أنهيه في الحلقة المقبلة إن شاء الله، لكن لنفترض أن أي شخصية عادة يعني رأي المذهب، رأي التوجه يؤخذ من الأئمة، من أئمة أهل البيت عليهم السلام، فهل في أئمة أهل البيت قالوا بالتشبيه، قالوا بالتجسيم، أو كانوا معارضين معارضة شديدة إلى درجة التكفير في هذا المجال؟ يعني مسألة ليست سهلة. طيب، لا من عند الإمام علي عليه السلام وصولا إلى الإمام موسى الكاظم، وصولا إلى الإمام علي بن موسى الرضا، ومن بعد الإمام الرضا من أئمتنا عليهم السلام، كلهم موقف ماذا؟ واحد، موقف واحد. فأنا الآن لا أريد أن أدخل بالطريقة الإعلامية التي يقوم بها هؤلاء، للأسف هي ليست أول شبهة أو أول يعني أول حالة يستغلها الوهابية ويحاولون ماذا؟ يعني أن يشوهوا المدرسة الإمامية. هذا ديدنهم، وكأنه أخذين عهد على أنفسهم أنه بالعالم في كل الدنيا ما في مذهب لابد أن يحارب إلا ماذا؟ مذهب إلا مذهب أهل البيت. أما ما قال اليهود، ما قال غير اليهود، المقولات الأخرى، الأفكار المنحرفة، هذه ما مشكلة، يعني يغضون الطرف عنها شيئا ما. فالعلامة الأميني في الغدير عنده قول واضح عن كتاب الملل والنحل، يقول هذا الكتاب، أنا نقلت هذا النص لكن أريد أن أتوقف عنده ثم أنتقل إلى تحليل الله. هذا البحث إن شاء في نسبة الله. هذا لهشام بن الحكم يقول عن كتاب الملل والنحل: هذا الكتاب وإن لم يكن يضاهي الفصل، طبعا يقصد بالفصل هو الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي الظاهري في بذاءة المنطق، غير أن في غصونه نسبا مفتعلة، نسب ماذا؟ مفتعلة. نسبا مفتعلة وآراء مختلفة وأكاذيب جمة لا يجد القارئ ملتحدا عن تفنيدها. إليك نماذج من النماذج التي يقولها الشيخ الأميني أعلى الله مقامه الشريف العلامة الأميني، يقول هشام بن، قال هشام بن الحكم متكلم الشيعة: إن الله جسم ذو أبعاد في سبعة أشبار، وبس أنه يجسم بل يحدد لك، يحدد القياسات سبعة أشبار بشبر نفسه فيما إلى آخره. وقال في حق علي والعياذ بالله أنه إله ماذا؟ واجب يعني الطاعة، لا إله إلا هذه الكلمات يعني التي أهل البيت سلام الله عليهم مو فقط ضللوا أقوال، يعني ضللوا القول. يعني في شيء ملفت في روايات أهل البيت أنه مرة بيجي بيقول له فلان يدعي أنكم آلهة، فما بيقول أنه هذه مقولة فقط فاسدة وباطلة وهذا كفر، يقول هذه مقولة باطلة وفاسدة وقائلها ملعون، وفلان بالاسم يسميه، حتى تقتلع من جذور الفكر، يسميه الإمام سواء الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام بدون مجاملة، وبدون يسمي، مو قضية مجاملة وعدم مجاملة، يسمي الشخص ويطلب عدم اللقاء به وأنه هذا ملعون لابد من الابتعاد عنه. يعني ثم ترى بعض الكتب تنسب إلى شخصية كهشام بن الحكم أنها تقول مو فقط بالتجسيم، تقول بتأليه الأئمة، وهذا شيء يعني فرية وافتراء، يعني ليس بعده إذا صح التعبير افتراء في هذا المجال. طبعا نسبوا ليونس بن عبد الرحمن ونسبوا إلى زرارة. طبعا تقرأ في الملل والنحل للشهرستاني ولغيره ستجد أن هناك شخصيات شيعية تم التركيز عليها، يعني شخصيات وازنة سواء في زمن الإمام الصادق، في زمن الإمام الكاظم، في زمن الإمام الرضا. فيونس بن عبد الرحمن وأمثال هؤلاء هم تلاميذ هشام بن الحكم. نعم. وضربوا هشام بن الحكم، ضربوا يونس، ضربوا فلان، حاولوا ينزلوا قيمة، يريدون أن يضربوا هذا الخط الذي كان معضدا للإمام الصادق، من الإمام الصادق حتى الإمام الرضا عليه السلام. الشيخ الأميني في المحصلة يقول أن كل ذلك مكذوباتهم على الشيعة اللي قالوا عن هشام وعن يونس وعن قال، أو تحريف لكلامهم، إما هو مكذوب من الأساس
أو تحريف لقولهم. قد يكون هشام قال بالتجسيم بقول ما، سأتوقف عنده. يعني مثلا سئل أنه الله جسم قال لا كالأجسام لنفترض، وكان هذا الكلام في سياق المناظرة، وسأنقل هذا النص فيما بعد. طيب بيجي شخص بيقول إذن هشام يقول بماذا؟ بالتجسيم. قال هذا إما من مكذوباتهم والأمور المفتعلة أصلا التي لا أصل لها، وإما لا يمكن أن تكون هناك مقولة. ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه المقولة وطاروا بها وتحدثوا بها في الآفاق، وقالوا هشام يقول بالتجسيم. أي تجسيم؟ يعني الله جسمه له أشبار وله كذا، كما تقول المجسمة، يعني كما تقول المجسمة. وقد نشروا، لاحظوا تعبير العلامة الأمين، وقد نشروا هذه الأكاذيب يومها، فسأل الشيعة عنها الأئمة، كما جاءت رواية محمد بن الحكيم أنه سيدنا هشام يقول هذا، يعني فأجاب الإمام. سنقف عند تحليل الإمام، لكن هنا كانت موجودة النسبة وموجودة لدرجة بكثرة، لأن الإعلام بيدهم، إعلام السلطة الأموية، إعلام السلطة العباسية في زمن مولانا الرضا عليه السلام. كانت السلطة من؟ السلطة العباسية، وبيدها الحركة الإعلامية، وتستطيع أن تبث شيء يعني بطريقة سهلة وسلسة، ينتقل في كل أقطار. ماذا؟ في كل على اعتبار أن لديها شبكة قوية، شبكة طويلة عريضة، وأناس يخدمون السلطان بلا سؤال عن الدين وعن الآخرة وعن ما يقولون وما ينسبون. في التحقيق، يعني الآن اسمحوا لي بالوقت المتبقي، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نكون في حلقة قادمة، قد يكون قادمة. في التحقيق اختلفوا في أصل نسبة هذا الحديث لهشام، هذا الكلام لهشام أولا، وعند من قال أن هشام قال بالتجسيم اختلفوا في التفسير. جيد، في إذن هناك حقيقتين، في عدة اتجاهات أنا سأتحدث عنهم، وسأطرح كل الاتجاهات الآن بما يتناسب مع يعني مع لدينا دقيقة البرنامج التلفزيوني. فهشام بن الحكم الشخصية المشهورة عند الشيعة، مشهور عند المخالفين أنه يقول بماذا؟ بالتجسيم. بالتجسيم، انتهينا من هذه المسألة. نأتي إلى وسطنا نحن الإمامي. طب بوسطنا الشيعي، شيخ الصدوق روى روايات، النبختي في كتاب فرق الشيعة تكلم عن هشام وقال يقول بالتجسيم. يعني إما نحن نحقق في أصل ماذا؟ أصل القول، أصل النسبة، وإما نذهب للتحقيق في معنى النسبة وفي كل الأقوال. معنى النسبة أم معنى القول؟ معنى يعني النسبة، يعني معنى القول، يعني هذا القول. في كل الأحوال هشام بن الحكم لا يقول بالتجسيم الذي أراده المخالف، حتى لو ذهبنا إلى تثبيت هذه المقولة. من أين استندنا إلى هذه الحقيقة؟ إذن منهجيا نحن إن شاء الله في الحلقات المقبلة إن شاء الله سنحاول أن نبين كل هذه يعني التفاصيل، وبل سنرى بعض الأشخاص تكلم بأمور مفيدة لهشام كأبو الحسن الأشعري. يعني حتى بعض المخالفين قال أصلا معنى الجسم عند هشام بهذا المعنى. إن شاء الله سنتوقف عند هذا التفصيل. إذن اسمحوا لي أن أختم بكلمة. إن شاء الله هشام من الحكم من أكابر المناظرين، أكابر المقربين لمولانا الصادق عليه السلام، مولانا الكاظم عليه السلام. ترحم عليه الإمام علي بن موسى الرضا في أكثر من رواية، وله مناظرات ضخمة. هذه النسبة تحتاج إلى تحقيق، ولكن ليطمئن الإخوة أن الشبهة واهية، الإخوة والأخوات، أن الشبهة ضعيفة، أن ما أراده الوهابية ليس في محله، وما نسبه المخالف إلى هشام ليس دقيقا. كم جميل أن اليوم قد وفقت لخدمتكم سماحة الشيخ الدكتور محمود السرائب، ووفقنا لتقديم حقيقة تاريخية إن شاء الله سنتوقف عندها أكثر في إزاء شخص من الذين كانوا مع الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، والإمام الصادق صلوات الله عليه، وقد أشار إليه الإمام الرضا روحي له الفداء. شكرا جزيلا سماحة الشيخ الدكتور محمود السرائب، تفضلتم كثيرا. الله يعزك شيخ. إخوتي أخواتي، هذه حلقة انتهت من برنامج السيرة اللطوية. سأختم لكم هذه الحلقة، يعني أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بحق الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عنده أن يغفر لنا ولكم ويجزل علينا وعليكم كل خير وبركة تريدها الصديقة الشهيدة الزهراء صلوات الله عليها. إلى ملتقى يتجدد أودعكم، لكن أود التنويه إلى أن هناك خلاصة ستبث إليكم بعد لحظات، خلاصة لما جرى من بحث في هذه الحلقة، تابعوها
وكونوا معنا في تفكر إن شاء الله متواصل في حب الرضا صلوات الله وسلامه عليه. في أمان الله. تحدثت مئات الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في بيان صفات الله وأفعاله ونفي ما لا يصلح نسبته إليه من الصفات، أي ما يسمى الصفات السلبية. ذهبت الحشوية وغيرهم إلى تجسيمه تعالى والعياذ بالله، فمنهم من جعله جسماً ذا أبعاد ثلاثة، وعن بعضهم أن له جوارح، وأجاز آخرون عليه الملامسة والمصافحة وغير ذلك من الترهات والانحرافات العقدية المتعارضة مع الكتاب والسنة ومنهج أهل البيت عليهم السلام. إن أخبار التجسيم وإثبات الصفات الجسمانية لله تعالى أكثرها مقتبسة من اليهود، فإن التشبيه فيهم طباع. نسب جملة من المخالفين لهشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه أنه يقول: الله تعالى جسم لا كالأجسام. ونسبوا أيضاً إلى هشام بن سالم الجواليقي رضوان الله تعالى عليه أن الله على صورة الإنسان. رد العلامة الأميني قدس سره في كتابه الغدير على هذه المقولة قائلاً عن كتاب الملل والنحل للشهرستاني: هذا الكتاب في غضونه نسب مفتعلة وآراء مختلقة وأكاذيب جمة، منها ما قاله عن هشام بن الحكم متكلم الشيعة: إن الله جسم ذو أبعاد في سبعة أشبار بشبر نفسه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة، وما قاله عن هشام بن سالم: إن الله على صورة إنسان. وعدد العلامة الأميني جملة من الافتراءات على زرارة ومحمد بن النعمان ويونس بن عبد الرحمن، وقال: وكل ذلك مكذوباتهم على الشيعة أو تحريف لكلامهم، وقد نشروا هذه الأكاذيب يومها، فسأل الشيعة عنها الأئمة عليهم السلام فنفوا مقولة الجسم والصورة.